ازاي نجهز بيوتنا لرمضان؟ ازاي نجهز كل طفل يبقى له نفس الصلاه بتاعه، يبقى له السجاده بتاعته، يبقى له المصحف بتاعه، يبقى له السبحه بتاعته. البيت يتزوق عشان رمضان، اوض الولاد تتزوق كلها عشان رمضان. ما بعرفش اعمل زينه، افتحي على النت اسالي حد من اصحابك، افتحي على الفيسبوك زينه رمضان اكتبي للاطفال، يجيب لك 50 حاجه تقدري تعمليها تخليهم هم يلونوا. لا هنزل اشتري هشتري على طول بعد كده حاجات الكريسماس وكده وبالونات وكلا. لا خليهم هم اللي يعملوها، اضربي عصفورين بحجر. ليه؟ تستغلي طاقه الشباب قاعدين بقى بيلونوا فوانيس وقاعدين يلونوا كروت وقاعدين يعملوا مش عارفه ايه. والحاجه الثانيه بيبقى حاجه بتاعتنا احنا، مش عاوزين حاجه جايبينها من بره. ليه؟ ده هويه اسلاميه، اذا كان فانوس اذا كان هلال نجوم اذا كان حاجات لينا احنا بتاعت مسلمين مش بتاعت اجانب. ودلوقتي كتير قوي البيوت ما شاء الله دلوقتي في رمضان بقى بيزوقوا بالحاجات الخياميه دي، جميله جدا جدا جدا، بتدي احساس. وخصوصا لازم تزوق البيوت عشان الاطفال يحبوا رمضان، يحبوا رمضان، يحبوا الخوف. حاجات حلوه جدا جدا دلوقتي، وبوجي وطمطم في رمضان تاني اسمه ايه، بكار، وبكار عاملين شرايط كده بكار وبوجي وطمطم، هاتيهم وعلق افاصه وهرين علقيهم في اوضتهم مع بالونه هنا وبالونه هنا. الولاد ايه تحس ايه ان في حاجه، في حاجه ما اعرفش. بص اشتري فلوس كبير كده كده وتحطيه كده فوق السفره المكان اللي هو قبل الفطار كده تولعيه كده وبتاع، يعني جنبه كده شويه ماشي عشان نفسيتكم بقى.